السلام عليكم ورحمة الله. صار وين ساعتين؟ وهذا الإعلان من الفرع الجديد اللي هو بحي الجامعة شارع الربيع مدينة الحاسبات. وبهذه المناسبة نسويكم عرض على هذا الوحش بسعر 415,000 والسعر السابق 515,000. ليش هذا الشيء؟ رغم أن المعالج مالته كور اي 7 جيل 8 رام 16 شاشة 2K تاتش. تعالوا وياي أفهمكم شنو الموضوع. أصدقائي نبدأ نشرح لكم مواصفات هذا اللابتوب. هذا اللابتوب يجي متصل منفصل شاشة تاتش بدقة 2K. أيضا هذا اللابتوب يجي بمعالج كور اي 7 من الجيل الثامن. بالنسبة للرامات فيجي الرام 16 DDR4 وأيضا هارد نوع SSD M.2 256 جيجا بايت. كيبورد عندك إنارة وضعيتين تقدر تعليه وتنصيه، عندك بصمة يد وعندك بصمة أيضا فيس اي دي بصمة وجه. أيضا زبائننا الكرام مثل ما تلاحظون الشاشة تيجي بالكامل تاتش، تقدر تفصخ الكيبورد مالتك أو تتركه وتاخذ بس الشاشة وياك للدوام، لأن بالنهاية عندك هذا اللابتوب كله. أيضا زبائننا الكرام بالنسبة لللابتوب يجي ستاند ذاتي من عند بي مثل ما تلاحظ، خلاص بهذا الستاند قاعد عندك اللابتوب وأيضا بدون الكيبورد الستاند أيضا موجود. الستاند يفتح عندك 180 درجة. أيضا بالنسبة للمنافذ فيجي عندك منفذ للسيم كارد وأيضا يجي عندك دبل منفذ تايب سي، راح تجيك أيضا ويا تحويلة اللي هي من تايب سي إلى USB حتى تتمكن تربطه على الطابعة أو على اللابتوب أو على أي شيء آخر. أصدقائي بالنسبة لللابتوب فيجي عندك بكاميرا أمامية زائد كاميرا خلفية، أصل لغة عربية وإنجليزية بالكيبورد. اللابتوب مستخدم بنظافة 99% والخصم لحين فترة جدا محدودة أقل من 250 قطعة. السعر 415,000 والتوصيل مجاني لكل المحافظات. العنوان ذكرنا به ونعيد، بغداد حي الجامعة شارع الربيع مدينة الحاسبات مكتب كيوكي. كان وياكم عبد الرحمن.